السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نخصصها للحديث عن تقرير وكاله أسوشيتد بريس حول تضاعف انتشار الامراض والاوبئه ومنها مرض الكوليرا نتيجه اعاقه ومنع وصول اللقاحات للمصابين. كشف تحقيق صحفي لوكالة أسوشيتد بريس الأمريكية عن منع ميليشيا الحوثي لشحنة محملة بلقاحات الكوليرا من دخول اليمن واختلاس أموال مخصصة لمواجهة الوباء. ونقلت الوكالة عن مسؤولين مطلعين أن عرقلة الشحنة سببه تعنت الحوثيين ردا على رفض مطالبهم المتكررة في الحصول على سيارات إسعاف ومستلزمات من الأمم المتحدة. وبحسب إفادة المسؤولين فإن أموالا مخصصة لمواجهة المرض تم اختلاسها من خلال مراكز تلقيح وهمية كانت الأمم المتحدة تمول عملياتها. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: من ينقذ المصابين بالكوليرا من مشكلة عدم وصول اللقاحات نتيجة لهم نتيجة منع ميليشيا الحوثي لوصول هذه اللقاحات، ولماذا لا تتحدث المنظمات الدولية عن نهب الحوثيين للمساعدات وإعاقة وصولها؟ نتابع هذا التقرير سويا ومن ثم نبدأ النقاش. انهيار كامل للمنظومة الصحية وعودة الأمراض والأوبئة في كثير من المحافظات أبرزها صنعاء وتعز وريمة وحجة، لكن الأشد من ذلك غياب اللقاحات والوسائل لمكافحتها وغياب دور الجهات الرسمية وغيرها في احتواء انتشار الأوبئة المتزايد. وباء الكوليرا الأكثر انتشاراً والأشد فتكاً بمصابيه خلال ساعات إذا لم يتلقوا العلاج اللازم، عاد ليخيم على مناطق عديدة في ظل شحة المستلزمات الطبية والمراكز المتخصصة بمكافحة هذا الوباء. وعلاوة على ذلك ظهور مشكلة أخرى، وهي منع لقاحات الكوليرا من دخول العديد من المحافظات. وكالة أسوشيتد بريس وفي تحقيق لها كشفت أن الحوثيين منعوا شحنات محملة بلقاحات الكوليرا من دخول البلاد، بينما كان الوباء يفتك باليمنيين الذين يرزحون تحت حرب مستعرة منذ أعوام. وقالت الوكالة أنها أجرت مقابلات مع 29 شخصاً بمن فيهم مسؤولون في وزارة الصحة الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. جميعهم أكدوا أن الميليشيا كانت السبب الرئيسي في إلغاء شحنات الأدوية الخاصة بعلاج وباء الكوليرا. مسؤولون يعملون في المساعدات الإنسانية قالوا أيضاً للوكالة إن ميليشيا الحوثي تستغل ضعف الأمم المتحدة وتقوم ببيع المساعدات، وإنه إذا ما تحدث العاملون في المنظمة باليمن عن هذا الفساد والتعنت الذي تمارسه الميليشيا فإن تأشيرات سفرهم سترفض ولن يسمح لهم بالدخول مجدداً. تعود الأمراض والأوبئة لتفرض واقعاً مأساوياً جديداً على اليمنيين، وفيما تتفاقم الأزمات لا يزال اليمنيون في انتظار الخلاص وتغيير واقعهم الذي يسوء من يوم لآخر. إذن نبدأ النقاش مشاهدينا، وينضم إلينا من تعز الدكتور أسمهان علي عضو نقابة المهن الفنية. سيدة أسمهان مساء الخير. مساء الأنوار. أهلا بك دكتورة أسمهان، ويعني عودة من جديد لانتشار وباء الكوليرا، كيف هو الوضع في محافظة تعز؟ الحقيقة الوضع في تعز كارثي جدا. التقيت معكم على قناتكم الموقرة قبل شهور. نعم. وكان وقتها الوباء في بداية انتشاره. حذرنا يومها أن وباء الكوليرا بدأ بالانتشار، حيث أن حالات الوفية وصلت في ذاك الوقت قبل شهر إلى 10 حالات، أو أقل من شهر كانت 10 حالات. يومها عبر قناتكم رفعنا النداء أن الكوليرا بدأت تجتاح المدينة. ها نحن الآن نلتقي بعد أسابيع من اللقاء الأول، لا ترتفع حالات الوفيات حسب غرفة عمليات مكتب الصحة في المحافظة، و 7488 حالة اشتباه. حقيقة السلطة المحلية في تعز لم تألو جهداً في مقاومة هذا الجائحة وهذا المرض الخطير، حيث قامت وكيلة الصحة دكتورة إيلان عبد الحق بتشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الجهات ذات العلاقة التي هي مكتب الصحة ومؤسسة المياه ومكتب الأشغال وصحة البيئة وصندوق النظافة ومكتب الإعلام بالمحافظة والمختبر المركزي الذي يقوم بجمع العينات وفحصها، كذلك
هذه كلها الجهات متكاتفة لمواجهة هذا الوباء المنتشر. ولكن طبعا حبينا ننوه فقط انه سرعة انتشار وباء الكوليرا اربكت الجميع. يعني مثلا الكوليرا في قبل يومين يعني نعم. منطقة الشقب انتشرت فيها الكوليرا بشكل حاد وسريع، حتى انهم العاملين هناك في المركز لم يستطيعوا السيطرة، فاطلقوا نداء استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما سمعتم بها. وكما اعلمكم احد الاخوة الذي كان في مقابلة على قناتكم الموقرة. وطبعا الوباء سرعة انتشاره أربكت السلطة المحلية، أربكت الجميع، أربكت الجهود، فلم يعد أحدا يستطيع. طيب دكتورة، يعني مسألة عودة الوباء والانتشار من جديد، ربما منذ شهر وأكثر من شهر ونحن يعني نسمع حول تعز تحديدا لو تحدثنا عنها، هناك إعلان يوم بعد آخر عن تطور هذا الوباء وانتشاره بشكل أكبر في أوساط الناس، ولكن إلى الآن كيف تقيمون الوضع؟ هل الأمور يعني ما زالت تذهب إلى الأسوأ، أم أن هناك يعني سيطرة مبدئية وتحرك فاعل من قبل الجهات المعنية؟ يا أخي، بالمقياس العالمي إنه أي مدينة ينتشر فيها الوباء وتحصل على 12 حالة فقط مؤكدة بفحص البراز أنها بفحص المزرعة أنه كوليرا، نعم. على طول تعلن المدينة أنها موبوءة. إحنا وصلت الحالات الإيجابية إلى 450 حالة وليس 12 حالة. يعني أنت فيك الآن أنك تقدر من خلال الأرقام حجم الجائحة التي تعز. طبعا كل هذا نتيجة أنه عدم توفر مياه الشرب الصالحة، أيضا أنه منظومة الـ الآبار ومنظومة شبكة الصرف الصحي، منهارة في مدينة تعز، القمامات متكدسة، المياه الناتجة عن الآبار مخلوطة بمياه الأوساخ. في تتصور أنه يعني الوضع في تعز كارثي، رغم أنه قلت لك في جهود تبذل من أجل إنقاذ هذه المدينة. أما بالنسبة للقاحات التي وصلت إلى تعز، فهي وصلت إلى تعز من الشرعية، وكانت كتجريبية في 4 مديريات في عدن ومديرية في تعز. طيب دكتورة، يعني الرقم الأخير الذي ذكرتيه مؤخرا حول عدد الحالات يعني التي تم إثباتها مخبريا هي 400 وأكثر، يعني هل هي آخر إحصائية حتى الآن؟ نعم، هذه من خلال غرفة العمليات في مكتب الصحة في المحافظة. فقط لو تذكر بالرقم دكتورة، 400 وكم؟ 450 حالة إيجابية بالفحص الزراعي. نعم، إذن يعني ما هي أبرز المشاكل التي تواجه قطاع الصحة في تعز والمعني تحديدا في مواجهة الكوليرا حتى الآن؟ صراحة الكل معنيين بمواجهة الكوليرا، من مكتب الصحة الذي يعد المستشفيات لاستقبال الحالات ويجهز المحاليل التي يتطلبها المريض، لأنه خلال ساعات ممكن أن نفقد هذا المريض. أيضا صندوق النظافة بالاهتمام بالنظافة، القمامات ومياه الصرف الصحي، أن البيارات التي تنضح ما بين فترة وأخرى لمدة أيام دون أن يلتفت إليها أحد. نعم. الكل معني، حتى الإعلام يجب أن يكون مواكب للحدث في حالة أنه انتشار وباء بأي قرية من القرى البعيدة يتجاوب سريع، لأنه بالضبط. مريض الكوليرا ليس كأي مريض إن كانت تتأخر. هو الطرف المعني، الأطراف المعنية أنت أشرت إليها، وهي بالتالي يعني معروفة من هي الجهات التي يجب أن تتحمل مسؤولية حيال ما يحدث. ولكن هنا أتساءل باختصار، يعني ما هي أهم المشاكل التي تواجه القطاع الصحي المعني بمعالجة الكوليرا؟ يا أخي، قبل أيام قلت لك في الشقب وجهوا نداء أنه المحاليل عندهم نفذات. يعني المحاليل المتوفرة الآن داخل المدينة ليست بحجم الكارثة، يعني أقل من حجم الكارثة. أنا قلت لك من هي الجهات الممولة لهذه المراكز؟ هل هي المنظمات أم الجانب الحكومي؟ الجانب الحكومي طبعا يمول قدر الإمكان، والمنظمات أيضا تمول. طيب ماذا عن المنظمات ودورها في تعز، المنظمات يعني في المعنية في محاربة أو يعني علاج الناس في مسألة الكوليرا؟ يعني من هي المنظمات المعنية وكيف تقيمين دور هذه المنظمات؟ احنا أهم منظمة احنا دائما نحتك في المستشفيات أو كذا هي منظمة اليونيسف طبعا،
اللي دائما هي الرائدة في هذا المجال اللي تعمل نقاط لاستقبال الكوليرا ومكافحة الكوليرا في عدد من المستشفيات والمراكز، معها نقاط وتدعمها بالمحاليل، تدعمها بكل الأدوية والمستلزمات يعني. لازم قلت لك حتى حجم الدعم للآن لم يصل بحجم الكارثة اللي حصلت. نعم، لكن دكتورة يعني هناك تحقيقات دولية تحدثت عن نهب الحوثيين للمستلزمات الطبية يعني الخاصة بمكافحة الوباء، يعني هنا هذا يعني يعتبر تطور خطير، وبالتالي سيكون للأمر تبعات وسينعكس الأمر على المصابين، يعني كيف تنظرين لهذه المسألة، مسألة نهب المساعدات الواصلة من قبل الحوثيين؟ والله يا أخي الحوثي هذا أنا يعتبره كارثة تشابه كارثة الكوليرا تماماً. تمام؟ النهب الحوثي أصبح العالم الآن يريد أن يشرعنه، عن ماذا نتحدث يعني؟ العالم يريد أن يشرعن هذه الميليشيات، لذلك كلما تقوم به لا يلتفت إليه العالم. هل يلتفت العالم أنهم يمنعوه من دخول الأدوية ومن دخول المواد إلى المدينة المحاصرة منذ 4 سنوات؟ لا يأبه العالم لمعاناة تعز، لا يأبه العالم لتعز، تعز لا حامل لقضية حقيقي. الحوثي احنا الان ما اتكلمك عن مساعده توصل وعن تصل الى تعز، هي تصلنا عبر حكومه الشرعيه، اما حكومه الانقلابيين هذه ولا درينا منهم شيء، بالعكس هم يعملوا ضد تعز وهم فرحون بما يحصل في تعز، فهم يريدون قاتلا اخر لتعز بجانبهم، لا يريدوا ان فهم يريدوا كل من يتفنن بقتل ابناء تعز هم يشجعوه ويود انتشار الكوليرا اكثر واكثر يعني. نعم، اذا تكرمي دكتورة بالبقاء معي. الكلام في بهم اصبح كلام. نعم، اذا وضحت فكرتك. نعم. دكتورة تكرمي بالبقاء معي، وسنشرك معنا المحلل السياسي سيد عبد الهادي العزعزي، سينضم الينا من تعز. سيد عبد الهادي مساء الخير. يا مساء النور اخي. اهلا بك سيد عبد الهادي، اذا لعلك تابعت تقرير الوكاله الامريكيه اسوشيتد بريس حول عمليه نهب للمساعدات والتي تقدمها المنظمات لمكافحه الكوليرا في اليمن، كيف تنظر لهذا التقرير؟ اعتقد انه اول تقرير يسلط بعض الضوء على عمليه النهب المنظم التي تمارسه جماعه الميليشيات الحوثيه للمساعدات المقدمة عبر الأمم المتحدة أو مكاتبها المختلفة أو عبر المنظمات الأخرى العاملة في المحافظات التي لا زالت تحت سيطرة الحوثي. نحن عانينا من المركزية وبقاء المنظمات في العاصمة وبقاء مكاتب الأمم المتحدة المختلفة وإنزال المساعدات والغذائية أو الطبية إصرار الأمم المتحدة المخيف والمقلق على أن يتم الإنزال في مدينة الحدينة الحديدة تحديدا، هناك إصرار عجيب، أي أن هنالك برنامج شراكة بين موظفي الأمم المتحدة والحوثي، لم نسمع عن أي احتجاج يذكر أو ذاقينا من قبل منظمات الأمم المتحدة عن الاحتجاج بما في احتجاج صوامع الغلال والأغذية الموجودة داخلها. الأمم المتحدة تمارس مداهنات، تمارس تذليل، تمارس عملية احتضان كامل تشكل حاضنة حقيقية سياسية للحوثي، وتتجنب دائما إدانته، دائما ما تمارس احتجاج. نعم. ضد الحكومة الشرعية في حين لا تقدم لها ربما ربع ما تقدمه للحوثي. مثلا في العام 2018 صرفت اليونيسيف حوالي 800 مليون دولار، أي قرابة المليار ما صرفته اليونيسيف. لا، الكمية أو المبالغ التي خصصت لتعز لا تتجاوز 40,000 دولار من هذه المبالغ على مدار عام كامل، وقيسها على نفس الآلية ونفس الاتجاه. نحن داخل مناطق الآن، منطقة موسمية ذات أمطار صيفية تبدأ من هذا الشهر تحديدا، طيور المنطقة شهدت شحة في الأمطار العام الماضي مما أثر على المياه، أي أن السبب الرئيسي من جانب أولي هي المياه، ثم كما ذكرت الدكتورة القمامة وغيرها، ثم تأتي سوء التغذية، المواطنين مناعتهم منخفضة ونحن أمام جانب وبائي. هذا الوباء تتحمل قسما كبيرا منه الأمم المتحدة أولا، ممثلة في المنظمات التي تتبعها،
هذه المنظمات يجب أن تدعم بشكل مباشر من قبل الحكومة الشرعية وحلفاء الحكومة الشرعية وجامعة الدول العربية. هنالك إصرارا على إيصال البلد إلى كارثة. الحوثي في الجهة المقابلة يعمل بفعل بقاء أغلب المنظمات بفعل المركزية السابقة داخل العاصمة وتحت سيطرته، وهم يمارسون مسألة إغلاق على هذه المناطق السابقة كانت تمارسه الفاشيست والنازية تماما، وهم لا يختلفون عن جيش الرب الذي كان في أوغندا بزعامة بيزكوري. هذه الجماعة تمارس دورا قذرا بشكل عام، وهناك ارتباط، هنالك فساد. طيب والسؤال هنا سيد عبد الهادي، يعني فيما يتعلق بالمنظمات، يعني وضحت هي فكرة ما يتعلق بأن الميليشيا يعني تمارس أساليب في مسألة النهب ويعني عمليات البلطجة التي تطال المساعدات والكثير من الأمور، ولكن هنا سيد عبد الهادي نتساءل عن دور المنظمات. يعني كنا لو كان ورد هذا الخبر في وسيلة إعلام يمنية قد يحمل الأمر نوع من الخلاف، ولكن هذا وارد عن وكالة أمريكية مسألة عملية نهب المساعدات، وبالمقابل لم نجد أي يعني تصريح من هذه المنظمات يدين أو يوضح ما حدث. يعني نتساءل هنا عن سبب صمت هذه المنظمات عن ممارسات الحوثي. يا سيدي، مع الأمم المتحدة عبر ممثل الأمين العام أو غيرهم منذ العام 2011 إلى اليوم، هل سمعت منهم إدانة؟ هل سمعت تحديد موقف؟ مرة ثلاثة ممثلين للأمين العام للأمم المتحدة وللمنظمات، مرة تقريبا في كل المنظمات من اليونيسيف إلى اليونسكو إلى غيرها إلى غيرها، تسببت اليونسكو في دفع مبلغ 70 مليون دولار إلى مؤسسة التربية والتعليم. هل وصلت هذه المبالغ إلى المعلمين؟ هل فعلا توجهت مولت الأمم المتحدة طبع برا طبع تعديلات في المنهج المدرسي الطائفية؟ ومع هذا الأمم المتحدة لم تبدي أي اعتراض. تصر الأمم المتحدة كأن مهمتها ابتزاز الإخوة في دول الخليج في التحالف العربي لتمويل برنامج الأمم المتحدة، وبالتالي تروح هذه البرامج باتجاه منظمات جرت استخدامها من أوروبا، عشرات من المنظمات الهولندية والدنماركية والألمانية والفرنسية والبريطانية التي تقطع من المبالغ حوالي من 15 إلى 25% لدعم المنظمات الأم في أوروبا، وهي تمارس نوعا من العبث، إذ أن كل عام أو كل 6 أشهر وكلما يصل تمويل تروح قسم كبير من هذه المبالغ لبناء قاعدة معلومات. هذه قواعد المعلومات من مهمات السلطات المتواجدة على الأرض في مناطق الشرعية من مهمتها، وفي مناطق الحوثي تم إدماج جهاز الحوثي ضمن هيكلية هذه المنظمات. تم تشكيل منظمة أشبه بالأوتشا، أي جماعة تنسيق من المشرفين الحوثيين تعيد توجيه المساعدات كمجهود حربي. ما يقدم الآن هو أن الأمم المتحدة هي من تحافظ على بقاء هذا الميناء ليظل منفذ لتمويل الحوثيين بالنفط عبر الحرس الثوري الإيراني، وما لا يموله الحرس تموله منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للحوثيين، فريقا أمميا كاملا يتحرك. ومع الأسف الشديد هناك بعض السفارات اليمنية التي تصاحبها في أوروبا على ممارسة هذا الدور، أي أن هناك قصور كبير. نحتاج غرفة طوارئ، غرفة قيادة، أو ما يسمى بغرفة عمليات مركزية. نحن داخل حرب مع الأسف الشديد. الأحزاب الداعمة للشرعية تمارس ابتزازا منهكا لهذه السلطة المنهكة أصلا داخل شعب على حافة الموت. هنالك نوعا من الإسفاف، هنالك نوعا من اللامبالاة، هنالك نوعا من سلوكا يصعب تصنيفه أو وصفه. نعم. تجمع الداخل وعلى الخارج نخب الداخل. نعم. إذن سأعود سيد عبد الهادي لأكمل معك الكثير من النقاط، ولكن سأذهب الآن بسؤال للدكتورة اسمهان علي. دكتورة، يعني أنتم ك نقابات وأطباء، يعني هل قمتم بالتحرك والتواصل مع الجهات المعنية والدولية؟ وإذا ما كان هناك تحرك ما هي الردود؟ والله قلت لك يا أخي، طبعا النداءات الاستغاثة هذه نحن نحاول أن ننشرها عبر صفحاتنا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. نحاول أن نتواصل مع قيادات الصحة في تعز مثل الدكتورة إيلان التي قال كما
أنها قامت بتشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الجهات ذات العلاقة جيدة يعني في هذا المسار. أيضا مكتب الصحة نتواصل معهم أولا بأول، نداءاتنا يقرؤون نداءاتنا ويقرؤون استغاثاتنا عبر صفحاتنا ونتواصل معهم قدر المستطاع. الشرعية حقيقة تبذل جهود مشكورة عليها، لكن الجهود المبذولة قليلة يعني لا تفي بجائحة مثل جائحة الكوليرا. وكما قال الأستاذ ضيفك أن المنظمات معظمها في الجهة المقابلة لدى الحوثيين يسيطرون عليها ويتحكمون بجميع مفاصلها ويتحكمون بدخول المواد إلى تعز ويمنعون. وأنت تعرف أن الحوثيين جرائمهم لا تعد وهم يمتكون الإغاثات، وهذا تقرير جيد، ولكن نحن نريد تسليط الضوء على كل جرائمهم. يعني الآن الحوثيين من غبائهم يعتقدون أن الوباء لن يصل إليهم إذا استمروا على هذا الحال. نعم. في مضايقة المنظمة العاملة في المجال الكوليرا أيضا ستصل إليهم، يعني ستصل إليهم لا محال، لا محال بالضبط. ستقضي عليهم الكوليرا. نعم. إذن وضحت فكرتك دكتورة أسمهان. نعم. أشكرك جزيل الشكر الدكتورة أسمهان علي، عضو نقابة المهن الفنية في مستشفى الثورة، كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. وأعود بالسؤال للسيد عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، كيف تفسر يعني مسألة إصرار المنظمات في بقاء مراكزها في مناطق سيطرة الحوثي، ويعني بعد مرور 4 سنوات من بداية الحرب وأكثر من 2 عامين على الاستقرار في مناطق الشرعية؟ يعني هناك ضمانات مقدمة من الحكومة اليمنية في مسألة يعني توفير كامل الحماية للمنظمات ومخازنها في مناطق سيطرة الشرعية، ومع ذلك يعني تصر هذه المنظمات على بقاء مراكزها في مناطق سيطرة الحوثي. هناك ارتباط، مع الأسف الشديد هناك ارتباطا قويا بين المنظمات وجماعة الحوثي. هذا الارتباط قديم، الحوثيون يعملون على المنظمات الدولية وفروعها الوطنية التي شكلت في الفترات الماضية، شكلت بشكل انتقالي، ويقول البعض أنها شكلت بشكل سلالي. كانت هذه الجماعات أكثر ارتباطا بالخارج، أكثر تنسيق، تغلغلت داخل هذه المجموعات. مع الأسف الشديد في أغلب المنظمات المعنية بالعمل المدني والإنساني هناك نسبة تفوق كبير لهذه السلالة في الانتشار على هذه المنظمات والهيمنة عليها، والتواجد أيضا في كممثلين حتى لأغلب الدول العربية. هنالك نوعا من التحيز في هذا الاتجاه، هنالك ضباطيات ومنظمات، هناك أيضا فساد داخل منظمات الأمم المتحدة، أين يجري سرقته ومصادرته والاحتواء عليه. وصلت الأمم المتحدة إلى درجة أنها تفتح حسابات وعمولات ورشاوى للمشرفين الحوثي ولجماعتها وتصمت تماما. وإذا انفجر إطار سيارة من السيارات التي تعمل ضمن هذه المنظمات، تقيم المنظمات الدنيا ولا تقعدها، وتبدأ إسلامات من كافة أشكال التطرف وتبدأ بإسنادها، في حين يكون حادث عادي. مع هذا تبقى الحكومة ملزمة بأن تقدم مذكرات احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة. نعم. وعبر هي وحلفائها وتمر عبر جامعة الدول العربية، هي أخي النظام المعترف به رسميا. لا ندري هذا الملف بيد من كان، هذا الملف المفروض أن يسند إلى وزارة حقوق الإنسان وإلى الوزارات التي اعتبرت نفسها معنية بالإغاثة، سواء في الإدارة المحلية أو وزارة التخطيط أو وزارة الخارجية أو الحكومة نفسها. يجب أن يكون هنالك نوع من التخصص للمتابعة. هذه جرائم كبيرة، هذه مؤامرة قد لا ننجو منها جميعا. الكوليرا وباء مخيف، ونحن ضمن منطقة هذه ال4 أشهر القادمة سوف تكون مرعبة بفعل الأمطار، تراكم القمامة بشكل غير عام. مثلا مشكلة كبيرة نواجهها، مثلا تواجه مدينة تعز أن نقلب القمامة تحت سيطرة الحوثيين. نعم. فإذا هذا جزء من الإشكال الكبير، أن السيارات السابقة التي كانت خاصة بهذا الجانب أيضا وضعها مضروب، أن هنالك حالة من التوهان وغياب الخطاب وغياب التنسيق. اليوم كل محارك حلفاء الشرعية متركزة حول البر، حول برلمان الفاقد للشرعية منذ فترات،
هنالك اداره حول اطراف، هنالك عمليه ابتزازات مختلفه. هذه قضيه يجب ان يخشب لها الجميع، اين المنظمات الانسانيه اليمنيه او غيرها الواقعه في مناطق سيطرتها الشرعيه؟ لماذا لا تتحرك؟ لماذا لا صوت لها؟ لماذا لا تستغل الاحزاب السياسيه علاقتها بالاحزاب في العالم وتبدا بتحريك هذا الملف؟ لماذا لا يجري عمل هاشتاجات على تويتر، على في فيسبوك، على غيرها من وسائل التواصل، على الايميلات؟ اين النخب التي تنتسب الى هذه المناطق؟ اين جماعه الحداثيين والجماعات الاكثر مدنيه التي ازعجتنا ليل نهار بحقوق الجندر وغيرها؟ الان المجتمع يموت يا اخي. ومع هذا ملاحظات مهمة يعني، ويجب بالفعل يعني سيد عبد الهادي التنبه لها وأيضا العمل عليها. أشكرك جزيل الشكر، وضحت الصورة. كنت معنا المحلل السياسي سيد عبد الهادي العزعزي من مدينة تعز، والشكر أيضا في ختام هذه الحلقة لضيفتنا من تعز الدكتورة إسمهان علي، عضو نقابة المهن الفنية في مستشفى الثورة. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.